سلام الله عليكم أحباءنا في قناة المشاهد. ثمة من يقولون إن الأشجار نفسها يمكن أن تظهر كأشباح، وهناك عدد كبير من الشهادات المذكورة في كتب الباراسيكولوجي عن تلك التجسدات، منها مثلا شجرة الصنوبر البيضاء الشهيرة في ويست بيفرلي ماين، والتي قطعت في عام 1842 بعد أن كانت شجرة شاهقة ضخمة لها لحاء أبيض أملس لا يشبه شيئا رأته عين من قبل، وأغصان بلون الفولاذ اللامع. بعدها شيد خان على التل الذي كانت ترتفع الشجرة فوقه في السابق، ويحكى عن بقعة باردة ظلت موجودة في أحد أركان غرفة الطعام الصفراء، بقعة تثير القشعريرة في الأجساد، لها قطر جذع شجرة الصنوبر البيضاء بالضبط. فوق غرفة الطعام مباشرة كانت غرفة نوم صغيرة، لكن لا أحد من النزلاء يقبل قضاء الليل هناك، ومن حاول منهم قال بعد ذلك إن هبوب رياح شبحية عنيفة كان يقاطع نومه، وإنه سمع صوت حفيف واطئ خفيف كأن الهواء يحرك الفروع العالية، فتتطاير الأوراق في غرفة وتتحرك الستائر، وفي الربيع تنزف الأشجار نسغا. وفي أحد أيام عام 1959 ظهرت غابة شبحية كاملة في كامفيل ببنسلفانيا لمدة 20 دقيقة، وهناك صور لهذه الحادثة. كان مشروعا جديدا لإقامة حي كامل من المنازل العصرية ذات الطابق الواحد والطرق الملتفة، واستيقظ السكان صبيحة يوم أحد ليجدوا أنفسهم نائمين بين الحشائش والشجيرات التي بدت كأنها تنمو من قلب أرض غرف نومهم ذاتها، فيما تمايلت النباتات المائية والطحالب وانجرفت في أحواض السباحة، وامتدت الظاهرة إلى مركز تسوق قريب، وامتد الطابق الأرضي بالعليق، وتدلت الملابس من أغصان القيقب النرويجي، واستقر سرب من العصافير فوق نافذة عرض المجوهرات لتلتقط بمناقيرها اللآلئة والسلاسل الذهبية. أن تتخيل شبح شجرة أسهل بشكل ما من أن تتخيل شبح إنسان. فكر كيف تقف الشجرة في مكانها مئات السنين، تضخم نفسها بضوء الشمس وتمتص النسغ من الأرض، تستمد حياتها من التربة بلا تعب كشخص يملأ دلوا من بئر بلا قرار. جذور الشجرة المقطوعة تواصل الشرب من الأرض شهورا بعد موت الشجرة نفسها، وقد اعتادت الحياة لدرجة أنها لا تستطيع التخلي عنها. فلا يمكنك أن تتوقع بالطبع من الشيء الذي لم يعرف أنه كان حيا أصلا أنه يعرف أنه مات بعد أن رحلت. ليس في الحال، لكن بعد أن مر صيف كامل تطلعت الشجرة التي اعتدنا الجلوس تحتها على ملاءة أمك والقراءة، الشجرة التي غبنا في النوم تحتها ذات مرة ونحن نصغي إلى أزيز النحل. كانت شجرة عتيقة تعفنت وانتشرت فيها الحشرات، على الرغم من أن براعم جديدة كانت تنمو على أغصانها كل ربيع. قلت لنفسي إنني لا أريدها أن تتهاوى في يوم وتسقط على المنزل، على الرغم من أنها لم تكن مائلة نحوه حقا.
لكن أحيانا عندما أخرج إلى الفناء الواسع المفتوح تهب الريح وتصرخ وهي تمضغ ملابسي، وإنني أتساءل ما الذي يصرخ معها أيضا. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.